السلام عليكم. في هذا الدرس راح نعمل مثال على الاليرت. انا عندي هنا ثلاثة بوتون، بوتون اسمه بظهر انفورميشن، بوتون ايرور، في عندي بوتون وارنينج. طيب وبعد كده ضفتهم وين؟ على الفيرتيكال بوكس. لو جيت نعمل هنا ران تمام، حيظهر لي المسجات البوتونات بالشكل هذا. انا بدي لما اضغط على انفورميشن يطلع لي مسج يقول لي انه هذا انفورميشن، طلع على ايرور طلع هذا ايرور، هذا وارنينج طلع ايش؟ انه هذا وارنينج. تمام. طيب نيجي هنا مثلا في الاحداث، عملنا ثلاث احداث، واحد هنا بي واحد اللي هو لا الانفورميشن، وبي اثنين لا الايرور، والبي ثلاثه لا الوارنينج. حاجه اقول له هنا في البي واحد اظهر لي هنا اليرت، اليرت تمام، سميها مثلا اي واحد ويساوي، او مثلا اي ويساوي نيو اليرت. تمام. هنا ايش حيكون نوعه؟ اللي هو ايش؟ انفورميشن. ايش بدي اياك تظهر؟ مثلا اي واحد دوت سيت تايتل، او طبعا سيت تايتل حيكون مثلا هنا حاجه اقول له هنا انفورميشن. تمام. مثلا بدي اي واحد دوت سيت هيدر، مثلا هقول لي مثلا هنا كليك او بوتون 1، بوتون 1 مثلا. تمام. وبعد كده اقول له هنا اي دوت مثلا شو اند ويت. تمام. كذلك هنا في البي 2 نفس الشغله، حنسخ هذا نسخ، حاجه احطه هنا وهذا احطه ايش؟ احطه هنا. بس هنا ايش حيكون؟ هنا حيكون هنا ايش؟ ايرور. وهنا هقول له بوتون 2، وهنا حيكون ايش؟ ايرور. وهنا حيكون ايش؟ وارنينج. وهنا حيكون وارنينج، وهنا حيكون ب 3. تمام. بالشكل هذا عملنا حاجه نسخها، بس نسخ لصق، بس عملنا اليرت، حطينا تايتل، حطينا هذا التكست، عملنا له شو، عملنا هنا ران. طيب عملت هنا ران، وجيت اقول له مثلا هنا انفورميشن، طلع لي هنا انفورميشن بوتون 1. تمام. طيب قلت له ايرور، طلع لي هنا ايرور وقال لي بوتون 2. طيب جميل جدا. طيب قلت له هنا وارنينج، طلع لي هنا وارنينج وبوتون 3. طيب اوكي ماشي جميل. طيب لكن انت ملاحظ انه انا ايش؟ انا كررت الكود كتير، يعني كررته اربع مرات، يعني هنا كررته هان مره وهان مره، يعني شايفين. طب في انا ممكن اعملها عن طريق داله، داله بس خليها تنشئ اللي هي الاليرت وبس ايش؟ تظهر لي اياها. طيب ايش حاجة اعمل؟ مثلا اقول هنا public void، مثلا اخليها اسميها مثلا هنا إيه مثلا message، وهذه اخليها ايش هنا؟ تستقبل اللي هي انتيجر مثلا type. تمام. او مثلا خليها تستقبل اللي هو الالير type. تمام. alert type. تمام. مثلا نسميها at، واقول له فاصلة، وخليها تستقبل اللي هو مثلا string title، وخليها مثلا string، عفوا هنا string الهيدر، وخليها مثلا تستقبل اللي هو ايش؟ فقط بس هذول. تمام. طيب حاجة اقول له هنا بس ايش تعمل لي هنا؟ alert، تنشئ لي alert a ويساوي new alert. بس ايش حناخد؟ حناخد الاي تي. تمام. خلصنا من مين؟ من هاي. تمام. طيب بعد كده ايش بدي اقول له هنا؟ اعمل لي الاي دوت سيت تايتل. التايتل ايش حتاخده هنا؟ هي تايتل، حتديها التايتل. جميل جدا، هي خلصنا من التايتل. طيب بعد كده حاجه اقول له هنا اي دوت سيت هيدر، ايش حتاخد هنا؟ الهيدر. خلصنا من الهيدر. طيب بعد كده ايش حاجه اقول له هنا؟ الاي دوت اللي هي شو اند ويت، وبعد كده هذا كله بشيله، هذا كله هيك بشيله. طبعا هنا بدي له هنا ايش؟ فاصلة منقوطة، وهنا هاي بشيلها. طيب ايش حاجة اقول له؟ بس استدعي لي دالة المسج، فاش بقول له هنا المسج، وديها هنا الالير تايب، مثلا هنا اقول ان ايش؟ ايش نوعها هنا؟ اللي هي انفورميشن، هنا اللي هو التايتل مثلا بقول له هنا انفورميشن، انفورميشن. وهنا باش بقول له اللي هي بوتون 1، وباجي بنسخها للثلاثة. تمام. هنا بس ايش حيكون؟ هنا warning، هنا حيكون error، هنا حيكون error. هنا بس بوتون 2، وهنا حيكون warning، وهنا حيكون بوتون 3. تمام.
باجي بعمل ايش ترتيب. قلت لو انا جيت عملت هنا تمام وجيت اقول له مثلا هنا انفورميشن طلع لي ايش انفورميشن بوتون 1 ايرور بوتون 2 عادي جدا وورنينج بوتون 3. طيب لو انا مثلا بدي اغير الايقونه هاي مش عجباني تمام ايش باجي بسوي هنا؟ باجي بس بقول له هنا ايش باجي بقول له هنا؟ باجي بقول له a.setGraphic. قلت لي جرافيك ايش بياخذ؟ بياخذ نيو بديها ايش؟ بديها ايمج تمام ايمج فيو حديها ايش؟ يو ار ال. طب انا في عندي هنا مثل الايمجز في عندي هنا مثلا عده مثل ايمج مثلا بقول له هنا بقول له ايمج دوت او ايمج سلاش مثلا لوجو دوت بي ان جي او سيف دوت بي ان جي حاجه اقول له هنا اللي هو الايمج ايمجز اللي هو ايش سيف دوت بي ان جي حاجه اقول له هنا اعمل لي كلين وما ادري ايش هنا جيت اعمل انفورميشن حط لي السيف طيب قلت له ايرور حط لي السيف قلت له هنا وورنينج حط لي اللي هو ايش السيف. طيب انا ممكن كمان يعني اعمل مثلا هنا اجيب ثلاث ايقونات ايقون انفورميشن والايرور والهنا ايش والوورنينج يعني مثلا بقول له هنا فاصله مثلا بقول له هنا ايمجز مثلا هنا اللي هو لوجو دوت بي ان جي تمام عادي جدا باجي بنسخ كده عدة مرات هنا باجي بقول له فاصلة كذا فاصلة كذا هنا مثلا بقول له ايش حط لي ايش السيف هنا مثلا بقول له هنا ايش الاكزيت تمام بس هنا ايش بقول له هنا حط لي سترينج اليو ار ال مثلا حاجة اقول له هنا ايش حط لي اليو ار ال هي هنا يو ار ال شايفين؟ واجي بقول له هنا اعمل التغن. قلت يعني هنا الفكره منها هي هنا ايش؟ حط لي اللوجو، حط لي هنا السيف، حط لي هنا ايش؟ الاكزت، تمام؟ طيب، لكن انا ايش الفكره اني عملت مثلا هي في داله؟ انه انا بدل ما اكرر الاليرت عده مرات، لا انا بعملها في داله وبكده انا بستدعي ايش الداله هاي وبديها الخصائص اللي انا بدي اياها، ممكن كمان ادي الكونتنت مسج والكذا واللي بدك اياه، يعني كده انا ايش بس عن طريق الداله هاي. طبعا هذا هو بالنسبة للاليرت وموضوع الدرس هذا. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.